بغض العلم، مع ان ناس كثير وكثير من المختصين بيقولون بدا لمرضى الصرع، لكن التاريخ بيقول انه يرجع لمرضى السكري ومرضى السمنه، وبعدها كان دخل مرضى الصرع، وبعدها توالت الابحاث والدراسات في مختلف الامراض المزمنه. لهذا السبب الان بتشوف انه هو منتشر، لانه بيعالج مشاكل او امور كثيره جدا في 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 حياه الانسان، وبالتالي يساعده على انه يحسن جوده حياته. وهذا السبب الرئيسي، يعني خلينا نقول انه انتشر بشكل كبير وواسع. يعني هو اول شيء كان يعني لعلاج بعض الامراض، لكن اعطى فعاليه لانقاص الوزن والتخلص من الوزن الزايد. نعم، يعني مساله النظام الكيتو مع الوزن خصوصا يمكن ما ظهرت الا يمكن نقول اخر 50 سنة. يعني مع انه زي ما قلت لك يعني نظام الكيتو له استخدامات كثيره جدا، لكن الناس تحب تركز على الشيء الاكثر فعاليه والشيء اللي يجيب نتيجه، فركزوا على موضوع نظام الكيتو مع خساره الوزن، وصار معاها للامانه يعني خلينا نقول ممارسات ممكن تكون خاطئه، ما هي معتمده على فقط على انه تغذيه كيتونيه، وهذا اللي احنا بنحاول نصلحه ونعدله. نظام الكيتو هو نظام نعم يساعد على خسارة الوزن، لكن الفائدة الأساسية منه ليست خسارة الوزن. ممتاز. طيب دكتور، خلينا نتكلم طبيا، كيف يعمل نظام الكيتو في الجسم على إنقاص الوزن؟ يعني وش آلية النظام الكيتو؟ يا سلام. فإحنا في النظام الاعتيادي قبل ما الشخص يبدأ مثلا نظام الكيتو، يكون المصدر الطاقة الأساسي والرئيسي للجسم اللي هو الكربوهيدرات، ممتاز، اللي هي النشويات والسكريات. فالشخص يعتمد على الغذاء في امداد الجسم بالطاقة، يعني ضروري يكون في وجبات متكررة، وجبات يومية، ضروري حساب احتياجه من هذه الطاقة والطاقة المخزنة داخل الجسم حتى انه هو يمد جسمه بالطاقة. نظام الكيتو آليته تحول المصدر الطاقة الرئيسي من مصدر خارجي خلينا نقول الى مصدر داخلي اللي هو الدهون المخزنة داخل الجسم، وهذا مع الوقت بيخلي الجسم يعني شهيته تجاه الأكل تبدأ تقل بالتدريج، وبالتالي يعتمد بشكل كبير على الطاقة داخل الجسم، وهذا السبب اللي يخلي مثلا خسارة الوزن تكون ظاهرة مع نظام الكيتو. ممتاز. يعني نقدر نقول أنه نظام يعني علاجي لأنه محدود بفترة معينة، صحيح دكتور؟ هو في البداية كان ينظر له كنظام علاجي، لأنه مثلا خلينا نقول أول بروتوكولات ظهرت في نظام الكيتو كانت بروتوكولات قاسية جدا أو صارمة جدا، وبالفعل هذه البروتوكولات الصارمة والقاسية لها استخدامات علاجية. أما أن الشخص يكون برنامجه أكثر مرونة، برنامجه أكثر واقعية، وما يكون فيه الشدة المطلوبة، اللي هو الشدة مو المطلوبة، الشدة الغير مطلوبة، فهذه هنا ممكن الشخص أنه يستمر عليها لفترات طويلة. يعني حتى الآن في دراسة استمرت حتى 5 سنوات، لكن ما زلنا نجهل أمور، أو خلينا نقول مو نجهل، يعني صعب علينا مثلا نسيطر على أمور كثيرة من ممارسات تكون في المجتمع هي اللي ممكن يعني تجعل تطبيقهم لهذا النظام يشكل خطورة نوعا ما عليهم على المدى الطويل. ممتاز. تسمح لي دكتور ناخذ اتصال من أحد المستمعين؟ أكيد. طبعا. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. يا هلا، مساء النور. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرفنا باسمك أخوي؟ اسمي محمد غازي. أهلا يا محمد، تفضل يا محمد سؤالك. بس أنا أني ما كنت من أول الحلقة، الآن دخلت في الهواء مباشرة. إحنا يا أخوي قاعدين نتكلم عن نظام الكيتو الغذائي. هذا منتشر، والله منتشر بين الناس الآن جدا. في عندك سؤال معين حول هذا الموضوع؟ هل هو صحي؟ لأن أنا سمعت أنه له أضرار جانبية للمدى البعيد، فكثير من الناس اللي ما ينصحوا فيه. ممتاز ممتاز. أكيد الدكتور إن شاء الله راح يجاوب على السؤال، وأكيد راح نتكلم عن السلبيات وعن الإيجابيات كلها. شكرا لك أخوي. شكرا شكرا. الله. زي ما شفت يا دكتور، يعني كل الناس تتكلم عن سلبيات النظام الغذائي هذا الكيتو، ناس كثير يتخوف منه، ناس كثير يقول انه مضر، انه بيسبب اضرار مره كبيره للجسم، وش صحه هذا الكلام؟ تمام. احنا لو خلينا نفرق ما بين نظام الكيتو بطريقته الصحيحه اللي موجوده في الدراسات اللي تكون عاده صادره يعني من مختصين، وما بين النظام اللي يكون يتداول ما بين الناس. للأسف الشديد يعني أي نظام يتداول ما بين الناس إلا ما يكون له مضاعفات.
يعني الشخص ياخذ نظام، ياخذ الجدول من الشيء من فلان، ياخذ النصيحه من فلان غير المختص. والله يا دكتور ما احنا ما ضيعنا الا، ايش رايك جرب كذا، والله فلان سوى وفلانه سوت وصار جسمها زين وضبطت المواضيع. دكتور، السلبيات ولا المضاعفات اللي ممكن تصيب الانسان اللي يتبع نظام الكيتو، وطبعا بدون اشراف طبيب او اخذ خبرات احد غيره ولا احد قد جرب النظام هذا؟ يا سلام. طيب احنا خلينا نتكلم بشكل عام، يعني زي ما تفضلت اذا كانت باشراف طبي واذا كانت بالمختصين، فحتى الان لا توجد سلبيات مسجله في الدراسات اذا تمت بالطريقه اللي هي الحاليه. ايوه، ما هو بالطريقه الاكثر صرامه. اما الممارسه، خلينا نقول السلبيات، الممارسات الخاطئه اللي بنشوفها على سبيل المثال، انه بعض الاشخاص يبداوا من غير يكون عندهم معرفه كافيه بالتغذيه بشكل عام، او معرفه كافيه اللي هو النظام الكيتو، فتلاقيه يبدا ويستعجل، وهنا ممكن تبدا المضاعفات، خصوصا مثلا نقص المغذيات، لانه بيقول لك انا هدفي خساره الوزن. بعضهم بنشوف انه مع اول اسبوع بيعتمد مثلا على وجبه في اليوم او وجبتين في اليوم، بعضهم ما بيغطي احتياجه من السوائل، بعض يخاف من الملح. في التالي واحده من الاشياء المهمه في نظام الكيتو انه الشخص يعوض الاملاح، فما بيعوض الاملاح، فتبدا تحصل مضاعفات هذه الامور، منها انه تبدا يحس بالام عضليه، ممكن البعض يحس بالدوار، ممكن واحد يحس كذا بضعف في الجسم، بنقص للطاقه. البعض ممكن يمر بمرحله من الله يكرمك الله الاسهال، وبعضهم الامساك، بس الامساك يمكن اكثر من الاسهال يكرمك الله. وهذه كلها يعني للامانه يعني حلها جدا جدا بسيط، بتعويض خصوصا موضوع الاملاح، وثانيا بتعويض يعني بعض المغذيات في البدايه، والامور بتعدي بسلام. لكن هذه اكثر الامور او السلبيات الشائعه. بعض الناس مع الاستمراريه في نظام الكيتو يبدا يعني يتحمس شويتين، خلينا نقول، وبنشوفها كثير في دراسات، في مثلا حالات، في حالات معينه موجوده في الدراسات، وبعض الممارسات اللي بنسمع من بعض الناس انه يقول لك طيب بما انه الشهيه انتظمت خليني اجرب مثلا صيام الماء يومين ثلاثة ايام. فيبدا يجرب انواع مثلا اكثر صرامه من في الكيتو وطرق او اكثر صرامه في موضوع الصيام، وما يعرف انه والله هل جسمه عنده القابليه على هذا التحمل، وبالتالي تصير مضاعفات. بعضهم يعني يوصل لمرحله مثلا للجفاف او نقص شديد في بعض الاملاح، وبعضهم بنشوفهم في المستشفيات. فالموضوع ما هو لعبه، هي الموضوع تحتاج فهم، تحتاج قراءه، تحتاج اطلاع، وكثير من الحالات الصحيه تحتاج متابعه. زي مرضى السكري بشوفهم مثلا يبدا ويوقف من وحده، يوقف العلاجات لوحده، يزيد العلاجات لوحده، وهذا امر خاطئ جدا 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 يعني. طيب دكتور، كم الفتره اللي يعني القصوى اللي مثلا الواحد يستخدم فيها هذا النظام، او الماكسيمم في هذا؟ الحين يقول لك مثلا النظام لازم ما يزيد عن 3 شهور، عن 4 شهور، وليش يكون له فتره معينه؟ تمام، هي الموضوع انه حد فتره معينه، هذه اجتهادات شخصيه فقط يعني. يعني اقدر اخلي طول حياتي كذا انا نظامي كيتو دكتور؟ اكيد، بس اهم شيء تكون فاهم الكيتو بالشكل الصحيح، يعني ما تكون فاهمه من مثلا جروبات او من حسابات مثلا غير مختصه. لو فهمته من الحسابات الطبيه او من المراجع، خلينا نقول، حتعرف انه بالفعل يعني كثير اللي هو كاستمراريه تستطيع انك تستمر عليه كنمط حياه، بس يعني بطرق معينه او اساليب، خلينا نقول بروتوكولات معينه. وزي ما قلت لك يعني في الدراسات، يمكن استمرت في دراسات كثيره 6 اشهر، دراسات كثيره استمرت لسنه، دراسات كثيره استمرت او اكثر من دراسه استمرت لسنتين، ويمكن دراسه واحده اللي ظهرت نتائجها استمرت حتى 5 سنوات. وكل هذه الدراسات بينت انه في الاستمراريه على هذا النظام، يعني خلال على هذا النظام في خلال هذه الفتره ما كان في مضاعفات تعزى للنظام. يعني اكيد في عوارض صحيه مرت فيهم، لكن عوارض صحية وأعراض لها علاقة بالنظام ما كان موجود. طيب دكتور، ذكرت قبل شوي أن تقول نظام صارم من الكيتو، هل الكيتو فيه له درجات؟ يعني نوع يكون مثلا خفيف، ونوع متوسط، ونوع مرة نظام صارم جدا؟ نعم، يعني البروتوكولات اللي موجودة في الكيتو كثيرة جدا. في بروتوكولات علمية متستخدم لحالات علاجية، مثلا مرضى الصرع بنزيد عندهم مثلا نسبة الدهون في وجباتهم، أوقات ممكن نقللها بالتدريج، أوقات لا ممكن نبدأ معهم بنظام مرن،
في اللي هو نظام مثلا عندك الفور تو ون، 4-1، وفي 3-1، في نظام غذائي كيتوني معتمد على السلسلة وزيت متوسط السلسلة اللي هو الام سي تي بيز دايت. في بعض البروتوكولات تستخدم نظام اتكنز او بروتوكول اتكنز، بس انه بتعديل يسموه موديفايد اتكنز دايت. وفي بروتوكولات الان موجوده مثلا تلاقيها في مؤسسات مختلفه، مثلا في بروتوكول خاص بفيرتا، في الكيتو الاسباني او الاسبانيش كيتوجينيك او ميديترينيان كيتوجينيك دايت، والنظام الكيتو مع البحر المتوسط. في نظام دشتي اللي هو كان في الكويت للدكتور دشتي، برضو له بروتوكول مختلف. ففي بروتوكولات كثيرة للنظام الكيتو مذكورة في الدراسات، تختلف ما بين شخص والثاني. مثلا رياضي له بروتوكول مختلف عن شخص مثلا يعاني من السمنة، عن شخص مثلا يعاني من أمراض عصبية. بس الدكتور الرياضي يعني مثلا إيش يحتاج في الكيتو؟ يعني أنا متصور كذا دائما أن الكيتو هو نظام للتنحيف، هل لها أهداف ثانية؟ نعم، يعني مثلا نتكلم على موضوع الالتهابات في الدراسات، نتكلم على برضو التجارب الناس اللي جربوا، يعني نتكلم على موضوع الرياضي، بعض الرياضيين برضو يعانوا من التهابات في المفاصل أو مشاكل في المفاصل، فدول بيشوفوا تحسن كبير لما يحولوا على الكيتو. طبعا المعدل يعني شيء كيتو مناسب لهم، بنشوف تحسن كبير في موضوع المفاصل. بعضهم حتى يكون يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فبالتالي نظام الكيتو بيريح أكثر في الجهاز الهضمي. بعض الرياضيين يحتاج طاقة إضافية، فبنشوفها في بعض الدراسات إنه بالفعل يعني بعضهم ما قدر يحط أرقام معينة إلا بعد ما طبق الكيتو. هل السبب بالكيتو أسباب ثانية؟ لكن هذا قلت لك إنه في نعم فوائد أكثر من مجرد خسارة الوزن. ممتاز، اسمح لي دكتور ناخذ اتصال. أكيد، تفضل. ألو، مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ معكم محمود من بريطانيا. أهلا وسهلا أخوي محمود، كيف حالكم؟ والله أنا يعني مهتم موضوع الكيتو، يعني حتى هنا في بريطانيا بعطينا إياه في البيوميديكال ساينس، ندرس عن الموضوع هذا. أنت تدرس هناك في لندن ولا عايش مستقر في لندن؟ أنا عايش وأدرس برضو، يعني أنا صار لي 10 سنين هنا ما شاء الله، وحاليا أدرس بيوميديكال ساينس، خلصت صيدلة قبل كده والآن أحضر علوم طب حيوي. ممتاز ممتاز، شرفتنا يا سيد الكريم. سؤالك سيد الكريم بخصوص موضوع الكيتو، أكيد في بالك فيه أمور كثيرة ودك تسأل عنها. أنا حاب بس أعرف هل الأسماء، يعني لأنه هذا الموضوع طرأ على بالي وأنا صغير وحاولت أبحث فيه ما لقيت فيه يعني باك جراوند كافية، هل اسم الشخص يتحكم بالطاقة أو يأثر على طاقته والأمور هذه ولا لا؟ يعني هل له تأثير أو لا؟ بس هذا سؤالي. ممتاز، يعني اسم الشخص يتحكم في طاقة الجسمانية، بس هذا موضوع يعني شوي بعيد أتوقع عن الكيتو، ما أدري إذا الدكتور عنده خبرة. صحيح، بعيد عن الكيتو يعني شويتين. أكيد أكيد، شرفتنا أخوي محمود، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. والله سؤال هذا مهتمنا، يعني إحنا دائما في جدد حياتك، يعني إن شاء الله ناويين نسوي موضوع عن الطاقة والعلاج بالطاقة. أكيد أخوي محمود إن شاء الله تتابعنا وراح نجاوبك على هذا السؤال في الحلقات الجاية. طيب، صداع في بداية الكيتو، أكيد اللي يستخدم كيتو بدايته يحس بصداع، صحيح هذا الكلام دكتور؟ طيب يا سلام، هذه واحدة من الأمور اللي بتكون متغيرة في بداية الكيتو. احنا بنتكلم على ما يتغير مصدر الطاقة، مو بس انه بيتغير مصدر الطاقة قد ما يتغير علاقة الإنسان بالأكل. فلما يكون الشخص معتمد على الكربوهيدرات، خصوصا انه عن احنا مثلا موضوع السكريات، الكربوهيدرات المكررة زي مثلا الخبز الأبيض والمعد ومشتقات الدقيق يعني بشكل عام، هذه كلها بتعطي الإنسان نوع من الاعتمادية، زي ممكن ما نقول نوصل مرحلة الإدمان، لكن بعض الناس ممكن يوصل لمرحلة من الإدمان لدرجة إنه بتصير أعراض نسميها أعراض الانسحاب. طيب، زي الشخص اللي يكون مثلاً متعود على النيكوتين أو متعود على الدخان، ممكن لو بحاول يقطعه مثلاً أول يوم يومين يبدأ يحس بأعراض صداع، شاهي والقهوة والشغلات هذه برضو. بالضبط، موضوع القهوة، موضوع الشاي، موضوع حتى بالنسبة لبعض الناس بقول حتى موضوع اللي بيدمن على النادي كمثال أو يدمن على أمور معينة، أي شيء. هذا الإدمان الجميل يا دكتور، والله
بالفعل يعني عشان احنا دائما لازم نذكر الامور الحلوه والمو حلوه. اكيد اكيد. فبيمر بهذه الفتره فممكن يحس بالصداع، يحس بالام نوعا ما كذا او كسل. غالبا ما تستمر يوم يومين او ثلاث ايام. اذا استمر الصداع فهو في الغالب مؤشر نقص املاح بشكل رئيسي. فلو عوض الأملاح، لأنه نشوف الناس كثير يخافوا من الملح أساسا، معتمد مثلا في الملح على الأمور مثلا المعلبات أو المنتجات الجاهزة، ولما نبدأ كيتو ما مثلا هو يكون حضر وجباته بنفسه يقول لك لا أنا ما بزود الملح عشان أكون إنسان صحي. وهذه معلومة خاطئة يعني، واحد ضروري أنه يعوض احتياجه من الملح. ممكن نقلل من الملح لفئات معينة بإشراف طبي، يعني الطبيب يجي يقول والله الآن تمشي على نظام منخفض في الملح، لكن بشكل عام المفترض أن الشخص يغطي احتياجه من الملح، خصوصا الملح عندنا الصوديوم والبوتاسيوم، أوقات كثيرا المغنيسيوم كمان، تعويضها بيحسن موضوع الصداع. الأمر الآخر موضوع السوائل، أيضا مشكلة السوائل هي زيادتها ونقصها كلهم ممكن بيسبب صداع. فتلاقي الشخص أنه سمع أنه والله ضروري أن يعوض السوائل، فتلاقيه مثلا يعوض بكمية كبيرة أكثر من احتياجه لأنهم قالوا له والله كثر سوائل. ومن بعضهم يقول لك والله ما عندي الشهية للسوائل وما بعطش، فبالتالي بيقلل احتياجه من السوائل وبيصير هذا الصداع. الأمر الثالث اللي قلت لك إنه بعض الناس بيحاول يشد على نفسه من البداية، فتلاقي يبدأ الكيتو ويقلل مثلا، يبدأ مع الصيام المتقطع ويعتمد على وجبة ووجبتين في اليوم، وبالتالي يعني الفترة الصيام هذه خصوصا لو كان مثلا فجأة بياخذ مثلا 3-4 وجبات في اليوم، لفجأة وجبة وجبتين في اليوم، هنا ممكن برضو بيمر بأعراض الصداع. ممتاز. طيب دكتور، في سؤال يقول هل كمية الوجبات لازم تكون قليلة بحكم أنه نظام تخسيس؟ يعني مثلا يقول لك نظام دايت، أوكي أنا بتبع الكيتو لكن الوجبات تكون صغيرة وقليلة زي الأنظمة الباقية من التخسيس. يا سلام. طيب احنا خلينا نذكر يعني أمرين. الأنظمة اللي هي قليلة جدا في السعرات أو very low calorie diet، هذه ما ينصح إنه الشخص يتبعها لفترة طويلة في الأساس. وهي من الأمور، خلينا نقول تاريخيا، هي من الأمور اللي حولت تركيز العلماء والأطباء اللي هو اللي نظام الكيتوني. لأنه نظام الفيرو لو كالوري بيمر الشخص بمرحلة من الحرمان، تختلف شوية نوعا ما هرمونات الجوع والشبع، ولو وقف النظام ممكن ترجع الأمور لما كانت عليها وممكن أسوأ. في النظام الكيتوني لا، في أغلب الدراسات بيقولوا لهم أنه تأخذوا حتى الشبع، تأكلوا حتى الشبع من غير ما تقلل وجباتك، لأنه بيشتغل زي ما قلت لك على ضبط الشهية، والواحد يبدأ يستخدم الطاقة اللي موجودة داخله، طاقة الدهون المخزنة، بالتالي من غير ما يحسب سعراته بيكون سعراته أقل، وهذا اللي بيساعد في خسارة الوزن في البداية. لكن مع الوقت، يعني خلينا نقول بعد مرور مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر أو حصل مثلا ثبات في الوزن، هنا يفضل أنه يبدأ يحسب سعراته أو يبدأ يقلل كميات أكله بالتدريج. ممتاز. سؤال برضو من صديقة البرنامج نورة تقول هل أقدر أستخدم هذا النظام فترة وأوقف وأرجع فترة مرة ثانية؟ يعني أنا لاحظت من سؤال نورة، يعني في ناس كثير الناس كثير في الأنظمة الغذائية يستخدم الفترة عشان جسمه يزين، مثلا بيسافر ولا عنده مناسبة ولا شيء، بعدين يوقف ويرجع مرة ثانية. هل كيتو نقدر نطبق في هذا النظام؟ يعني في كل سنة شهرين أستخدمه؟ هي شوف، احنا انا بالنسبه لي يعني انا ما في شيء يمنع لمان انه الشخص يستمر عليه شهر شهرين 3 أشهر، وفي دراسات بس استمرت اسبوعين، في دراسات شهر شهرين، توصل لنتيجه معينه. نعم توصل لنتيجه معينه. انا بالنسبه لي احب ان امشي بطريقه مختلفه، وهذا ذكرته في كتابي اللي سعد دوبي طبعا، لانه نشرت الكتاب. اكيد يعني نبغى ننوه لمستمعينا ومشاهدينا ان الدكتور دكتور عمار في عنده كتاب اللي هو التغذية الكيتونية. يعني صراحة أنا اطلعت على شوي من صفحاته، صراحة للمهتمين بنظام الكيتو أكيد أنه راح يكون هو مرجع جيد لهم. تفضل دكتور. فذكرت فيها أنه كيف الواحد يبدأ يتخذ الكيتو كنمط حياة. بالنسبة لي يعني مثلا من البروتوكولات اللي بستخدمها أنه كل 4 أسابيع أو 6 أسابيع، كل فترة كذا من التزام، الواحد يكسر الروتين يوم يومين، بيكون بيتحول لكذا نظام، خلينا نقول اعلى قليلا في الكربوهيدرات، تمام.
حتى يكون في نوع من تغيير الروتين وفي نفس الوقت يعني زي أنظمة الباقية ممكن أخذ لي يوم أوف كذا مثلا أسبوع وأخلي لي يوم أوف مفتوح أكل اللي أبي. يا سلام. هو اللي هو طبعا موضوع انك تاكل اللي تبيه هذه تفرق من شخص للثاني. والله يا دكتور فينا وقت اليوم الاوف هذا ما يخلون شيء ما ياكلونه. يا سلام. وانا اولهم ترى يا دكتور. انا اقول لك شيء استاذ وهيب، يعني من جد يعني انا لاحظت انه الشخص لما يبدا الكيتو يكون جدا صارم على نفسه ويحرم نفسه من امور كثيره، لما يجي يوم مفتوح يجي وهو دخول المنتقم. تمام زي ما تفضلت يعني. لكن لما أجلس مع الأشخاص وأغير عاداتهم وعلاقاتهم مع الأكل، وأبدأ أقول إنه ترى يعني الأيام المفتوحة هي لها فوائد، مثلاً إنه الشخص والله يوصل لمرحلة يأخذ وجبة في اليوم شهيته جداً جداً منخفضة، فأطمح إن أنا أزيد شهيته شويتين حتى ما يدخل مرحلة تجويع أو نقص المغذيات، فياخذ اليوم يومين هذه الضرب معاهم. لا لا شوف دكتور، يعني هذا 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 النقطه دي جدا مهمه وانا على المستوى الشخصي مره تهمني دكتور. يعني توقفنا عند نقطه جدا مهمه، يعني خلينا ناخذها بشكل عام، الانظمه الغذائيه دائما او انظمه الحميه وانظمه الدايت. يوم واحد اوف، في ناس في الاوف هذا ياخذون راحتهم. يعني انا على المستوى الشخصي انا مو بنظام دايت، لا نظام حميه، يعني اكل صحي، عشاء بدري في الليل قبل النوم بأربع ساعات، لكن طبعا مع ممارسة الرياضة. يوم واحد أوف يعني الواحد يأكل فيه وجبتين ثلاث وجبات دسمة من غير ما يسوي رياضة، يفرط في أكل السكريات، هذا الشيء صحيح ولا يكون فيه عليه ضرر؟ طبعا على المستوى النفسي أنا أحس أنه جميل جدا. أكيد هذا. طيب أنا أقول لك، هي من برضو شخص يعني كان يعاني من هذه المشكلة وقدرت الحمد لله أن أحلها مع نفسي ومع كثير من الناس اللي بمروا علي في سواء في العيادة وفي السوشيال ميديا. علاقة الإنسان مع الأكل هذه اللي تحتاج إلى إصلاح. تمام. مشكلتنا أنه إحنا ربطنا أمور كثيرة بالأكل، ربطنا لحظات معينة بالأكل، حصل مناسبة معينة لابد فيه الكيك، والكيك مو بس يتقطع، لا لازم يتوزع ولازم أخلصه. متعودة جمعاتنا تكون حول مثلا حالة معينة، مثلا قهوة فلانية عندهم والله حالة معين، تعودنا أنه في اليوم المفتوح أنه نستغل الوقت، يعني يا ذا اليوم يا حيروح عليك. بالضبط. هي عندك 24 ساعة حددت نفسك فيها أنك تأخذ كل نفسك فيه، وما تعرف أنه لا ترى 24 ساعة هذه بتتكرر كل أسبوع. يعني أنا لو نظمت هذه العلاقة، لو عرفت أنه بالفعل الأكل هو مصدر الدوبامين، هرمون النيوروترانسميتر والنواة ناقل العصبي الدوبامين، هو اللي شعرنا بالرضا وبالسعادة، خصوصا أنه لما نربط مثلا أيام مفتوحة بنهاية الأسبوع حيكون الشعور بأنه والله إحنا بذلنا جهد ممتاز من ناحية الرياضة، من ناحية التغذية، من ناحية العمل، فالآن مكافأة لنا، فالمكافأة بأن إحنا نسوي عكس الشيء الصحي اللي إحنا كنا نسويه. صحيح. إنه ما يكون في دوام، ما يكون في رياضة، والأكل يكون براحت. يعني جايبين العيد فيه. تمام. فإحنا ضروري من هذه إن إحنا ممكن تكون نوع من مثلاً يسموه الأكل المضطرب، أو نوع خلينا نسميه بشكل يعني ألطف إنه علاقة غير يعني صحية مع الأكل. موقع علاقة غير صحية مع العادات الصحية اللي موجودة في حياتنا. بحيث أنه المفترض يعني أنا كمثال خلينا نقول الأيام اللي ما أروح فيها النادي أحس فيها بالحرمان. صحيح. يعني لما ما أروح النادي ما أحس أن أنا بكافئ نفسي، بحس لا أن أنا بعاقب نفسي وما بروح النادي. نفس الشيء بالنسبة للأيام اللي يكون فيها خارج الحمية والأيام المفتوحة، أجي أقول أوكي ترى أنا أسمع الأيام الماضية بدأ أكلي يقل، بدل ما أقدر تغطي احتياجي من البروتين ضروري أخرج مثلا يوم يومين حتى أن أنا مثلا أفتح الشهية مرة ثانية، وحتى أن أنا أزيد اللي هو كميات مثلا البروتين وكميات مثلا أملاح معينة. هذه اليومين ما بالنسبة لي ما تكون فيها السعادة خلينا نقول، وأكون بالنسبة لي هو يوم منتظر قد ما أنه بالنسبة لي حاليا شر لا بد منه. صحيح. فهمت علي؟ فلما أرجع مرة ثانية للانتظام وأرجع مرة ثانية للأكل أبدأ أحس هنا بالسعادة والرضا. تصحيح العادات هذه يأخذ وقت طويل، يعني أنا موضوع نفسي يعني يا دكتور، هو يعني أكيد تعود نفس عادات. الواحد على كده هي عادات بالفعل. بالفعل يعني هي عادات، أنت عودت نفسك مثلا حتى بالنادي، ناس كثير بقول لهم والله اسمع ترى أنت روحتك للنادي بهذه النية خلينا نقول
أو بهذا الهدف، هدف خصوصا مثلا خسارة الوزن، ما يعتبر من أهداف اللي بتخلي العادة اللي أنت بتسويها عادة صحية. هو الواحد لما ياخذ النادي يا دكتور، عفوا، الواحد لما ياخذ النادي على أنه أسلوب حياة ولا لايف ستايل، خلاص أن الرياضة يعني جزء جدا 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 مهم في حياة الإنسان. يوم واحد في الأسبوع يرتاح فيه، هذا أتوقع عشان عضلاته وعشان جسمه يكون فيه استشفاء للعضلات وعشان يقدر يمارس الرياضة بشكل جيد بداية الأسبوع. صحيح هذا الكلام يا دكتور؟ صحيح. أنا ضد أن الشخص يتمرن 7 أيام في الأسبوع إلا إذا كان بيحضر منافسة معينة وعنده فترة بسيطة معينة. نعم، والفترة بسيطة، لكن كروتين أسبوعي خلينا نقول 3 أيام تمرين وراء بعض بعدين يوم راحة، هو بالنسبة لي يكون الأفضل حتى يعطي الجسم مرحلة فرصة للتوازن. لأنه كثرة الرياضة بتزيد هرمون التوتر للإنسان اللي خلينا نقول غير معتاد على الرياضة. فبالتالي الجسم لما انت على قولتهم 5 أيام و6 أيام ورا بعض تكون كلها نادي، يكون ارتفع ممكن في آخر الأيام هرمون الكورتيزول لمستويات معينة، فاليوم اللي يكون فيه راحة حيكون يوم بالنسبة للجسم عيد. صحيح. فبدل ما أننا وصل الجسم لهذه النقطة، لا، أعطي له راحة مرتين في الأسبوع، 3 أيام نادي ويوم راحة. بعضهم برضو يعني أيام الراحة مو معناته نجلس في البيت ما أسوي شيء، أيام النشاط العادي يعني الدوام والراحة الجاية. وحتى لو كان شخص رياضي وبيروح النادي، أيامها ممكن يسموها أيام الديلود، إنه يخفف من الأوزان، يكون المشي على خفيف. بعضهم يقول لا والله يتمرن مثلا سونا، حمام البخار إذا حابب، تمارين هوائية يعني كذا وشغلات بدون أوزان، بدون بس بسيطة، تكون بسيطة جدا، ما توصل لمرحلة مثلا خلينا نقول الإجهاد. كما أنه لابد الواحد يعود نفسه، يعني أنا بقول النادي دائما هو وسيلة للتنفيس عن النفس. صحيح. الواحد يكون مضغوط كثير بيروح النادي، يجلس مثلا حتى لو نزل المسبح وسبح سباحة خفيفة، هذا نوع من أنواع التنفيس. صحيح دكتور، أفضل مجلس البيت. ممتاز، أيوة صادق، جلسة البيت طيب دائما يعني سبحان الله يكون مساوها أكثر من فوائدها. دكتور يقول لك في سؤال جانا هنا عن طريق تطبيق، يقول بالنسبة للقهوة هل أفضل تركها بداية الكيتو أو عادي أخذها بداية الكيتو؟ أنا ما نعرف الموضوع، القهوة والأنظمة الغذائية بيجينا أسئلة كثيرة، ما نعرف فين مصدرها، يعني هل في نظام غذائي يحرم القهوة، أو أنه بعض الناس بيجون يقول القهوة تزيد الوزن، بعض الناس بيقولوا الحليب يزيد الوزن، بعضهم يقول الأجبان تزيد الوزن، بعضهم يقول السكريات هي اللي تزيد الوزن. ما في صنف غذائي بيزيد الوزن أو بيقلل الوزن، هي الموضوع كله في التوازن. أنا وصلت للتوازن اللي ينفعني ويناسبني من كل المغذيات اللي أنا أحب تكون من ضمن برنامجي ومناسبة لي، حوصل للنتيجة. فالقهوة ما بتضر موضوع الوزن، بالعكس، يعني من ناحية الكفاءة الذهنية، من ناحية الكفاءة العضلية، فالكافيين جدا ممتاز، حتى من ناحية حرق الدهون خلينا نقول، فلها دور بسيط جدا لكن لها دور. إذا كان يقصد القهوة اللي يسموها البوليت بروف، أو في قهوة في الكيتو يضيفوا لها مثلا زبدة أو زيت جوز الهند، هذا نشوفها أيوة، فأنا ما أدعمها بشكل كبير إلا إذا كانت مثلا حاجة اسمها الـ MCT اللي هو الزيت متوسط السلسلة، إنه يستخدم كبديل للمبيض حق القهوة، حيكون ممتاز. لكن بالنسبة للزبدة لزيت جوز الهند ممكن أول 2-3 أيام لو الشخص اللي يبغى يكون موجودة، لكن بعد كده أنا ما أفضل، يعني أخليها قهوة ممكن بالكريمة كبديل أيضا للمبيض، ممكن تكون أفضل من القهوة مثلا تكون فيها زبدة أو زيت جوز الهند. دكتور عمار تنكل كنت معنا اليوم في جدة حياتك، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا وشكرا على كل المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا. الله يعطيكم الف عافيه وشاكر لكم الاستضافه، وان شاء الله نطلع مع بعض ان شاء الله في حلقات جايه. اكيد نلتقي فيك في حلقات، اكيد انا بالنسبه لي انا ما راح استغني عنك دكتور، يعني من الان راح اقول لك شكرا لك يا دكتور، شكرا لوجودك معنا.